يلا بينا النهارده نعمل احلى كروكيت بطاطس ساده وموتزاريلا بطريقه سهله وبسيطه جدا والطعم تحفه. يلا نشوف طريقه مع بعض. اول حاجه عندي 3 بطاطسات سلقتهم بالقشر بتاعهم، هقشرهم، بعد كده هرسهم كويس جدا وابهرهم، ملح، فلفل اسود، كزبره، كمون، بابريكا، معلقتين كبار بقسماط مطحون. هعجنها كويس جدا وابدا اشكلها شكل كور صغيره. وكده البطاطس الساده جاهزه معايا. هبدا اعمل موتزاريلا، هاخد قطعه بطاطس واحط الموتزاريلا في النص واقفلها كويس جدا من كل الجوانب، وكده كمان الموتزاريلا جاهزه معايا. هنجيب بقى بضايه، شويه لبن، ملح، فلفل اسود، هقلبهم كويس. ومجهزه عندي الكفر بتاعي بقسماط، نشا، دقيق. هاخد البطاطس على البيض على البقسماط ونشا ودي، ونجري بسرعه على زيت سخن بالشكل دوت، نحمر في البطاطس تطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، مقرمشه ولذيذه. وبس كده